يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 في بداية أغسطس المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات. ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس. كما يمكن للطلاب أيضا وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها. ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم. ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع، وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية في المواد الدراسية التي أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربي. واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التي أدى الطلاب الامتحان فيها، وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة في جميع المواد بجانب المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس.